السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة المحيط للشروحات والتقنية. اليوم رح نتكلم عن موقع رائع لربح عملة الروبل مع أثبات سحب شخصي بقيمة 1 روبل. طبعا ممكن بعض الناس يقول لي ليه بس 1 روبل؟ طبعا بس عشان نتأكد من مصداقية الموقع. طبعا الموقع بالإضافة لأنه موقع للعمل عليه هو موقع أيضا للاستثمار، الموقع بجد رائع وأنا أعمل عليه من بضعة أيام وراح أستمر بالعمل عليه إن شاء الله، لأن لحد الآن موقع بجد رائع. في البداية رابط الموقع راح يكون موجود بالوصف، بعد ما تقوم بالضغط على الرابط راح يفتح معك الموقع بهذا الشكل. طبعا بإمكانك أما استخدام الحاسوب أو الموبايل، لكن يفضل استخدام الحاسوب عشان تكون الرؤية أوضح. بعد ما يفتح معنا الموقع بهذا الشكل بإمكانك اختيار اللغة، ممكن تكون اللغة عندك اللغة الروسية، قم بوضع لغة إنجليزية. أيضا بإمكانك ترجمة الصفحة من خلال زر الترجمة الموجود بهذا المكان. طبعا أنا أستخدم متصفح إيدج عشان فرجيكم طريقة التسجيل في الموقع. بعد ما أنتهي من شرح طريقة التسجيل في الموقع راح أرجع لمتصفح لجوجل كروم. طبعا مثل ما قلنا راح يكون واجهة الموقع بهذا الشكل. الموقع له 201 يوم يعمل، المبلغ الدفع ما اعرف 41 مليون روبل، مبلغ جد ضخم. التسجيل بامكانك التسجيل عن طريق الفيسبوك، عن طريق الجوجل، عن طريق الانستغرام، او بالتسجيل بالطريقة الكلاسيكية عن طريق ادخال اليوزر نيم. اليوزر نيم بامكانك ادخال اي اسم، على سبيل المثال المحيط 1، المحيط 2، المحيط 10، اي اسم. بعدها تقوم بادخال الايميل الخاص فيك، بعدها الباسورد، بعدها اعادة تكرار الباسورد، بعدها كرييت اكونت. بعد ما ننتهي من التسجيل راح يوصلنا رسالة على البريد الالكتروني اللي سجلنا فيه. بنضغط على الرابط اللي راح يوصلنا على البريد او رسالة التفعيل، وراح يتم تفعيل الحساب. بعدها راح يظهر معنا بهذا الشكل. راح يظهر معنا الموقع بهذا الشكل. راح يفتح معنا بالبداية قسم اليوزر اكاونت او قسم المستخدم. بهي الواجهة راح يظهر لك الاسم المستخدم، الاي دي الحساب في الموقع، تاريخ التسجيل، عدد الاعلانات اللي ضغطت عليها، المبالغ اللي حصلت عليها من الريفرال، واما هدول الامور الخاصة بشراء الاعلانات من الموقع. طبعا هو موجود الاحصائيات الى اخره، كل هالامور نحن ما بتهمنا حاليا. ممكن نحن ننتقل للقسم المهم في الموقع وهو قسم الربح من مشاهدة الاعلانات. بامكانك الدخول لقسم ايرنينج او الربح، بعدها الى قسم سايت سيرفينج او تصفح المواقع. طبعا اول دخولك للموقع راح تحصل على 40 اعلان بيتجددوا بشكل يومي. انا حاليا بعد ما شاهدت اول 40 اعلان ظهر لي حاليا 19 اعلان. المبالغ تتفاوت مثل ما ملاحظين من 0.07، لازم ننتظر 60 ثانية حتى يتقلص ل 0.02 الى اخره. طبعا انا من عمل ربع ساعة سحبت 1 روبل، واحد ونصف روبل. طبعا هذا مثل ما تكلمت باول يوم تسجيل في الموقع، لكن انت لو اشتغلت على الموقع واستثمرت الارباح اللي حصلت عليها من الموقع، اعادت استثمارها في الموقع، او لو كنت تملك روبل او دولار في الحساب باير او اي حساب او اي بنك روسي اخر، بامكانك استثمارها في الموقع، لكن الاستثمار يقع على مسؤوليتك الشخصية. بامكانك مثلا مشاهدة الاعلان، راح اختار اعلان قصير على سبيل المثال هذا الاعلان، المدة 20 ثانية. راح ننتظر لحد ما يتم تحميل الموقع. اوكي في وجد مشكلة.
طبعا الموقع مثل ما قلنا يعمل على مبدأ ال اعتذر اتتني مكالمة، فبعد ما تمرق ال20 ثانية راح يطلب منك ادخال كابتشا. مثل ما ملاحظين رقم 87، راح ندخل 87. حصلنا على 0.256، نسوي اغلاق وتحديث للموقع. طبعا ارباحك راح تظهر بهذا القسم، بقسم الفور باي اوتس او قسم السحب، موجود عندنا في 0.003. طبعا هذا قلنا قسم مشاهدة الإعلانات. في عندنا قسم المهام، هون الأرباح أضخم بكثير من قسم التصفح المواقع، لكن هي مهام. راح نتكلم عن الموضوع بشكل أوضح. مثلا على سبيل المثال في عندنا هي المهمة بقيمة 3 روبل، مهمة بقيمة 300 روبل، يعني 300 روبل حوالي 4 أو 5 دولار. هون 30 روبل، 5 روبل، 50، 10، 1، 1 إلى آخره. المهام تتجدد يوميا أو حسب عدد المشتركين بالمهمة. مثلا على سبيل المثال موجود هنا عندنا هذه المهمة create a project video review، إنشاء مراجعة فيديو مراجعة لمشروع. إذا سويت هذا الفيديو نشرته على اليوتيوب راح تحصل على 300 روبل. بإمكانك الحصول على التفاصيل من خلال الزر الأحمر. بإمكانك مشاهدة التفاصيل وقراءة المطلوب بالمهمة، وبعدها راح تحصل على 300 روبل. طبعا هذا مثال، ممكن تلاقي مهام أصعب من هاي المهمة، لكن تعتبر فرصة 300 روبل مقابل فيديو. في عندنا قسم اللوتري أو اليانصيب. بصراحة أنا قسم اليانصيب ما جربته، لأنه هو عبارة عن استثمار، ممكن تربح ممكن غير تربح. بإمكانك الاشتراك في اليانصيب من هون، ممكن تربح 100 روبل، ممكن تخسر 2 روبل، 10 روبل، 100 روبل، حسب انتو حظك. طبعا ما بعتقد في داعي اني انا اشرح هذا القسم، اي شخص ممكن يدخل باليانصيب. القسم الاخير بقسم الايرنينج، في عنا الديلي بونس او الارباح عفوا او البونس اليومي او الهدية اليومية. بامكانك تحصل على هدية كل ما اتذكر الوقت بالضبط، يمكن كل يوم. حصلت على 0.3 0.03 روبل عفوا، كل 3 ساعات تحصل على هدية. بعد ما انتهينا من قسم ايرنينج بامكاننا في عندنا قسم الماي تاكسي. طبعا هذا القسم بيعتمد على نفس مبدا اغلب المواقع الروسيه، مثل موقع التنانين، مثل موقع الطيور الى اخره. انت بتقوم تحصل على من الموقع مثلا على 10 روبل، هال10 روبل تقدر تشتري فيها تاكسي، مثل موقع التنانين تشتري فيها تنين، موقع الطيور تشتري فيها طائر. فهون نفس الحالة، انت بهذا الموقع اعطاك الموقع 10 روبل وتلقائيا اشترى لك سيارة، او السيارة هي مكتوب هيونداي سولاريز، ما اعرف هذا النوع. هلا على كل حال هاي السيارة سعرها 10 روبل. بامكانك انت طبعا انت عندك سيارة مسبقا تعطيك 0.27 روبل في كل ساعة، الارباح 20% في الشهر. طبعا انت لو حبيت تضاعف ارباحك بامكانك من ارباح التصفح او ارباح المهمات اللي بتكون موجودة بقسم الفور باي اوتس، بامكانك اعادة استثمارها عن طريق شراء السيارة بدل من سحبها الى الباير. طبعا اما انا سحبت على الباير لاثبات السحب او اثبات مصداقية الموقع، وراح اقوم بتصوير اثبات السحب ان شاء الله. ايضا لو معك مثلا 99 روبل بامكانك شراء هاي السيارة، تعطيك في الساعة 0.03، يعني ممكن نقول افضل من انك تشاهد او تتصفح موقع. تاخذ على الاعلان 0.03 او 0.02، اما هون كل ساعة بدون عمل اي شيء راح تاخذ 0.03. طبعا هون 299 روبل، بتطالع بالساعة 01 روبل.
ممكن تستثمر 699 تحصل على 0.2 روبل في الساعة، 1490 تحصل على 0.6 روبل في الساعة، تستثمر 6,990 روبل تحصل على 3 روبل في الساعة، وإلى آخره. وهناك عدة خطط للاستثمار في الموقع. طبعا هذا هو قسم الاستثمار في الموقع. الأرباح هون، الحد السحب حد عفوا جمع الأرباح هو 1 روبل. طول ما أنت معك أقل من روبل ما راح تقدر تجمع الأرباح. مثلا لو ضغطنا على جمع الأرباح راح نلاحظ minimum amount of collecting income 1 روبل، أو الحد الأدنى لسحب الأرباح هي 1 روبل. أيضا نفس الشيء بقسم السحب، لازم يكون معك 1 روبل حد أدنى. يوجد أيضا عمولة 5% تأخذها شركة باير. فنفس الشيء بقسم قسم السيارات الآخر أو قسم الشاحنات. طبعا هون بتكون الأرباح ممكن أضخم. هون نفس الشيء، سيارات ممكن تشتريها لكن تعطيك أرباح أكبر أو أضخم، أو خطط بشكل متنوع أكثر. يوجد قسم جديد واللي هو قسم الشاحنات على ما أذكر. هو عبارة عن قسم مهمات، بصراحة أنا لم أجرب هذا القسم. أما باقي الأقسام ما فيها شيء حاليا لحد الآن مهم. نفس الشيء بهذا القسم، قسم الريفرال، بإمكانك الحصول على رابط الريفرال الخاص فيك من هذا القسم. عفوا، ندخل لقسم ماي ريفرالز. عفوا، لو اردت الحصول على رابط الاحالة الخاص فيك لازم تنزل لقسم بارتنر بروجرام، برنامج الشركاء. راح تحصل على الرابط الخاص فيك، تسوي كوبي وبتنشر الرابط ما بين اصدقائك. بامكانك ايضا الموقع بيوفر لك خدمة البانرز او الاعلانات في حال كان عندك موقع سواء بلوجر او ووردبريس. بامكانك نسخ الرابط ووضعه في التخطيط في قسم التخطيط في بلوجر. في اي مكان في المدونة راح يظهر الاعلان، اي شخص راح يضغط على الاعلان او على الموقع ويسجل في الموقع راح تحصل على ارباح من عمل اي شخص في الموقع. طبعا انت راح تحصل على 7% من ارباح كل شخص في المرحلة الاولى، يعني على من الريفرال الاول، 3% من الريفرال الثاني، المرحلة الثانية من الريفرال، 5% بالنسبة لي إذا كان الشخص معلن وبالمرحلة الأولى، 20% من الريفرال اللي بتصفوا المواقع حسب ترجمتي. بإمكانك هون تشاهد الأشخاص المسجلين في من خلال الرابط الخاص فيك، اما هون الاشخاص المسجلين من خلال الريفرال الخاصين فيك. اما هون الارباح اللي راح تحصل عليها من الريفرال، من قسم ماي ريفرال، بامكانك مشاهدة اعداد الريفرال الخاص المسجلين عن طريقك. نفس الشيء موجود بقسم بارتنر بروجرام. بإمكانك هون حساب آلية، موجود آلية حاسبة، قوانين المشروع، قسم الدعم، طلبات الصداقة ما بين المستخدمين داخل الموقع، رسائل النظام أو رسائل الموقع. بإمكانك هنا
قسم البروفايل الخاص فيك، تعديل الصورة الشخصية، اسمك إلى آخره. بإمكانك هون إذا لو كان عندك موقع بإمكانك تجلب زيارات للموقع من خلال موقعنا اللي عم نشرحه اللي زحمه اسمه دريفت. بإمكانك إضافة موقعك داخل هذا الموقع، وطبعا تعطي أرباح لكل من يقوم بزيارة الموقع الخاص فيك، مثل اللي احنا ما عم نساوي بقسم ايرنينج بقسم السايت سيرفينج. بيظهر موقعك ضمن هاي القسم، أي شخص بيضغط على الموقع الخاص فيك بياخذ على أرباح معينة. أيضا هون قسم الإعلان، هالأمور ما راح نتطرق عليها لأن فكرة الشرح الأساسية هي الربح من هاي الموقع، لكن بإمكانك أنت لو حابب أنك أنت تجلب زيارات لموقعك الدخول إلى هذا القسم وإضافة موقعك. أما بالنسبة لقسم السحب بإمكانك الضغط على كلمة فور باي أوت، طرق السحب متنوعة، منها باير لحد أدنى السحب 1 روبل، الحد الأقصى 500 ألف روبل. أما هدول بنوك روسية، ممكن تسحب عن طريق الأدف كاش لحد الأدنى 15 روبل، الفيزا كارد لحد الأدنى 1000 روبل، يعني طرق السحب أغلبها خاصة بالبنوك الروسية. بإمكانك السحب عن طريق الروبل، الدولار، اليورو، العملات الرقمية مثل البيتكوين، إيثريوم، بيتكوين كاش، إيثريوم كلاسيك، USDT واللي هي عملة روسية، الدوجي كوين، زيت كاش، والليتكوين. أما بالنسبة لك كيف ممكن تحول أرباحك الخاصة بالسحب إلى أرباح خاصة بالشراء داخل الموقع، من قسم مثل ما قلنا بإمكانك من قسم البالانس اكسشانج أو تحويل الرصيد، بإمكانك تحويل الرصيد من قسم الباي أوت أو السحب إلى قسم إلى قسم الشراء. ممكن تشتري سيارات أو شاحنات وتحصل على الأرباح أنت قاعد أو أنت ما بتعمل أي شيء. الحد الأدنى 1 روبل، بإمكانك التحويل من هذا القسم، تدخل مبلغ وتسوي اكسشانج. بإمكانك التحويل من قسم الباي أوت أو قسم السحب إلى قسم الأد أو الإعلانات، بإمكانك تسوي إعلان لموقعك أيضا نفس الحال. الحد الأدنى 10 روبل من هذا القسم، بإمكانك التحويل من قسم الأد إلى قسم الشراء داخل الموقع، الحد الأدنى 10 روبل. نفس الشيء تماما بالنسبة لكل الخيارات. أما لو أردت شحن حسابك في الموقع بالرصيد، بإمكانك الدخول لقسم بالانس ريشارج أو شحن الرصيد. بإمكانك شحن الرصيد عن طريق باير، الحد الأدنى 1 روبل، الحد الأقصى 500 ألف روبل، عن طريق الأدف كاش، ستيم، بطاقات ستيم، بطاقات فيزا، جوجل بلاي، عفوا جوجل باي، الأبل باي، سامسونج باي، بطاقة هدول بطاقات. نفس الشيء بالنسبة للعملات الرقمية اللي ذكرناها سابقا، بالإضافة إليها عملة داش، عملة ترون، العديد من الطرق المتنوعة. الصراحة بجد موقع رائع ومتنوع، لكن على مين يعرف يشتغل على الموقع أو يسسر الموقع بشكل ممتاز. طبعا هو كان الشرح، حاولت قد ما يكون الشرح واسع أو شرح مفصل، وبتمنى تكونوا فهمتوا علي. أعتقد هون موجود مسابقة لربح 300 روبل. على كل حال المهم، فهذا هو كان شرحنا اليوم، بتمنى ينال إعجابكم. بإمكانكم العمل على الموقع من خلال تنفيذ المهام أو الاستثمار داخل الموقع، وإن شاء الله راح تحققوا ربح واسع، وإن شاء الله راح يكون هذا الفيديو أو هذا الشرح بداية لشروحات أخرى متنوعة جدا مختصة بالربح من الإنترنت والاستثمار وإلى آخره إن شاء الله.
كان معكم أخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية، بأمان الله.